نعم السنة والكرد من 2011 هم ضد إخراج الأمريكان، وأصلا صفقوا لما رجعوا بال 2014 بعد دخول داعش. نعم شنو السبب انه هم ضده؟ يعني انتم تتعاملون وياهم على اساس تعامل انتم تعتقدون تثقون بالامريكان اكثر ثقتكم من ابناء الحشد والمقاتل العراقي. لا ثقتهم اكثر من ثقتكم بالامريكي، اكثر من ثقتكم بابنكم العراقي ابن الحشد، تطالبون بابعاده عن المناطق ال 140 وتردون الامريكي يجي. هذا كلام شائع غير مقنع. يابا انتوا بيدكم الحكومة، بيدكم البرلمان، بيدكم القوات المسلحة، بيدكم القيادة العامة، يعني هذا الكلام القوات المصيرية. طلعوا الامريكان حبيبي، طلعوا الامريكان طبعا يطلعون منو ماسك ايدكم. صدقني وزارة الخارجية تصرح بكيفها، خلي يطلع رئيس الوزراء القائد العام يقول هذا وزير الخارجية او وزارة الخارجية لا تمثل الحكومة الاتحادية. انا ما قلت يصرح بكيفه، انا قلت تصريحاته مجاملة، تصريحاته مجاملة مختلفة عن تصريحات القائد العام للقوات. استاذ ياسين والله جاي وانت ايش دعوة على وزير الخارجية اخذتك الحرقة، لكن على رئيس الوزراء ما تاخذك الحرقة؟ من اللي يثبت هالشيء؟ مع من انت؟ مع القائد العام ولا مع وزير الخارجيه؟ خلي غير وزير الخارجيه، ايش علي يعني؟ غير وزير خارجيه، مو عندكم البرلمان، استدعون البرلمان واستجيبوا وطلعوا. زين خلاص تمام كمل. لا طبعا الموضوع بهذا الطرح يعني واضح جدا ان ثمه رغبه حقيقيه لدى الاخوه الكرد في عدم التصويت للامريكان، يقول صوتوا، مو احنا مصوتين.